بحري تم وصفه بالوحيد من نوعه بالعالم ويطلق عليه اسم شيطان البحر الوردي، وهو مخلوق نادر للغاية، وما حدد العلماء بعد سبب امتلاكه لهاللون الغريب. فبيبلغ طوله حوالي 3 امتار وبيعيش بالحاجز المرجاني العظيم بأستراليا. بنتقل لحالة الطقس، عم يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطل الأمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وأيضا الجزيرة، كما عم تبقى درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 3-5 درجات مئوية لمثل هالفترة من السنة. وليلا عم يبقى الجو بارد بشكل عام، وعم يحذر من تشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية. أما عن الرياح فعم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، عم تسجل سرعتها 40 كيلومتر بالساعة مع هبات نشطة. أما عن الرطوبة فعم تراوح بين 50-90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة الماء عم تسجل 21 درجة. مثل حالة الطقس بعاصمة دمشق فعم تكون الأجواء غائمة جزئيا وعم تسجل 17 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. فالأجواء معطرة بالسويد عم تسجل 11، أما الطقس عم بيكون بدرعا ضبابي وعم تسجل 16، وبالقنيطرة عم تسجل 11 درجة. رح كفي يلا على المنطقة الوسطى على حمص وحماة، فالأجواء عم تكون فيها معطرة وعم تسجل بحمص 16، أما بحماة عم تراوح بين 11 و 17 درجة. رح انتقل هلا على المنطقة الساحلية، طرطوس، اللاذقية ولواء اسكندرون، بالأجواء عم تكون فيها ماطرة وعم تسجل 20، باللاذقية عم تراوح بين 15 وال 20، وبلواء اسكندرون عم تسجل 16 درجة، والطقس مهيئ لتساقط أمطار. رح نكفي هلا جولتي بالمنطقة الشمالية إدلب وحلب، والأجواء كمان عم تكون مهيئة لتساقط أمطار وعم تسجل فيها الحرارة العليا 17 درجة. أخيرا مثل العادة بدي أختم جولتي بالمنطقة الشرقية، رقة، الحسكة ودير الزور، فالحرارة العليا برقة عم تسجل 16، بالحسكة 14، دير الزور 17، والأجواء عم تكون فيهم ماطرة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.